السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع اللقاءات الدينية المفرحة. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا اللقاء: أبشروا فإن الفرج قريب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البشارة، ولذلك قال في حديث صحيح في صحيح مسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. حاول أن تطمئن الناس إن استطعت، يسروا على الناس، بشروهم بالخيرات، ولا تمنعوا عنهم الكلام الطيب. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. اللهم مع هذا الصباح نسألك بعزتك وجلالك أن تحفظنا من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن عذاب القبر، ومن حلول الفقر وتقلب الدهر، ومن العسر بعد اليسر، ومن العقوق بعد البر. وامنن علينا يا الله بدوام العافية والستر. أبشر بفرج ربك في الصباح بعد ليلك الطويل، وثق في لطفه ومدده وتدبيره الجميل. فالفرج قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. تظنون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.